بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ودرسي صدني السقالات كتاب كي دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله. حسوك أن قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه شيطانك سلطانكيس حجديس أبا أوديس على الذين كوي كركوض أمبي أهاتي يتولونه كولي دكتا. أيضا حكم مغضى ظاهر كذا إن أو سلطان كولي يهي شيطان كوين سلطان كولي يهي أضمد قركوت. أيذك لنا وحي عدين دونان إنه سن سلطان لهي سلطان ك قرآن كدحديسة كلمة السلطان وحي أبدنت هاي حجدة، يعني السلطان العلمي أو حجدة وحي أبدنت هاي مركا. أيذن وحي لي هاي أضمد قارب السلطان كلي هاي أيذك لنا وحي تلمامي إنه سن سلطان كلي هذا السواب شرعي. هذه الآية الكريمة فيها دحض وحد التصريح عدين لعدي بأن الشيطان له إن الشيطان كأسقنا ذي سلطان على أوليائه ضد كيسك رعسا إنه سلطان كلي. ونظيرها آية لم يتكوحوا الاستثناء أو في قوله تعالى كسقا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي أضمضيذ يقول لي ليس ما أهان لك أذيك عليهم كركوض سلطان وحجاء إلا من اتبعك عدك الرعظيم ومن الغاوين كوى اللمية هبابية. حكم وقت مركة استثناء مركة لفيريو إلا من اتبعك من الغاوين ضدك اللمي إنه سلطان كلي. وقد جاء وحي في بعض الآيات آياتها قاركوض وحكوي ما يدل وحد صية على نفي سلطانه سلطان كيسا أول ديدا عليهم كركوضا وسلطان كيش إنو كركوضا سلطان كلي هاي وماشا لغا سارو لأنفينا آيادا غاربة كتمت كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. ولقد صدق ورمي عليهم كركوضا إبليس ظنه مليه سيب كرمي وكفلي واحد فاتبعوه الراعين إلا فريقا كحم ومن المؤمنين كمدا وما كان ما أهان له لإبليس عليهم كركض أغمسقنا من سلطان وحجة طيب يعني كو الراعي وبله سكرمي أو كفلي كواس وحجة كموس الله كركض. وقوله تعالى وقوله تعالى ما كمدا طيب وقوله تعالى يذن وكتمد كقوله وكقوله تعالى حاكيا حال يميد كحكايون عنه حجيسا مقررا أو هدنا السقية له إساق السقية حاكيا عنه أي عن إبليس أما عن الشيطان. الشيطان كحجيس قال لك كور رميا مركو كورنا وركا وأسقية. طيب هذا الكيسو الشيقية كدي من إله تبارك وتعالى وتقريرنا يا أسقية. وحو ربي تبارك وتعالى وقال الشيطان شيطان وحيري لما قضي مركي لحكمي الأمر أرنكي أضمدي لك لساري وحيري إن الله ألا وعدكم وذين يبوهي وعد الحق حق يبوهيس يبوه ربع وحق والسغن ووعدتكم أنقنا وإذين يبوهي فأخلفتكم وإذين كبحي يبوهي يبلنقات كان إذين سي وإذين كبحي. وما كان مأهان لي أن عليكم كركين من سلطان وحجة كركين أنا أود أم حجكم لهين. طيب مركتنا أسقي إبليسها أم الشيطان ألفتي سيبا إسكا إسكف فقيني إنه سلطان كلها أضم ذا كرك هذا أي ظهر إلا متح وما كان له عليهم من سلطان. طيب مركز سيلو قد شوابي أيضا قارنا السلطان بيوسو قيان شيطان كقارنا وأودي ذي
والجواب جوابك وحوي هو إسقو أن السلطان سلطان كالذي كاسو أثبته أوسقي عليه له إبليس أوسقي عليهم كركوضة وكسقي غير السلطان والسلطان كمذا نهين الذي سلطان كاسو نفاه الذي يعني سلطان كأي الله نوعه لما معنوه مت كلا السقي يكلا ديدي لبي كليه مرها دي محل كنفي إثباتك كسو أروري وكلا دوية هنا لا تعارض أصلا صاصبانا. طيب وذلك كاسون من وجهين اللي بوجه حق وذوك أهل الأول متك وروحي أن السلطان المثبت سلطان كلا السقي له إبليس أما الشيطان لا السقي هو إساق سلطان إضلاله لمنتيس حجد يدوي لهم يقول لمي بتزيينه قرحنتيسا وكل مي. طيب سلطان كاللي هي سلطان بو كلي أو حج كلي أو أود بو كلي وحوي كاسوا لمنت أقول لمي أو كل مي قرحنت يعني أود يحج يحج وحقا إسماله لكن حيلت دي سواء وحقرحيوه لو زينن لهم في لو زينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين انه حمانته قرحيو وروحك قلقاليو سدا مركه اوو دعوه. طيب والسلطان المنفي والسلطان المنفي سلطان كالانفي للديدين هو اسم سلطان الحجه وحجه سلطان كدوا يعني اود حجه ما قالت ملا. طيب فلم يكن معها مرك لإبليس إبليس معها إن عليهم كركض من حجة وحجة حجة سو يتسلط بها وكسلط يد الصوت يعني وقسل يد غير لكن أنه يسو دعاهم ويري فأجابوه ويالين ويرعين بلا حجة ولا برهان يقوم وحجة يبرهان هيسنين يوركس إسكاقاتل وإطلاق السلطان سلطان كلمة السلطان إن لغو إطلاقه على البرهان حجة عط إن لغو إطلاقنا كثير مدبنوا في القرآن القرآن كالحديث بل هاي مفسرين تقار كم إذا وحي ليه ملك استو كلمة السلطان أي القرآن كوكوت مادو تعني الحجة بإليه سيدة غالب هو سيدة معنى. طيب مركا سلطان كاللسوغ يو والومنت قرحينته وقرحيه وصدا كل مي وكسلت ميوه يعني سلطان كاس بمعنى التسلط عليهم بالقوضة سلطان كاللو ديديه هنا وحوي وسلطان الحجة والبرهان وحجة برهان وعقل كوقن حكره أما يعني وحويان لوسو استاجي كرو وحقن إنكرية تدككم أخري وما نشعب لك وحبو قرحية كاس اللو ديديه مرك حجة سوها. الثاني وجه قلبه وحوي أن الله ألا لم يجعل ميين له إسقى شيطان عليهم كركض السلطان أميين ابتداء باللوغر البتة تقرنبا سينبا سينبا باللوغر وحجأكم أولا ولكنهم يقص هم إيقى الذين هم إيقى الذين كوئة تسلطوا سلطوه شيطان سلدي على أنفسهم أن في الكود كركود كسلدي بطاعته أدعيدي سصابت بين رؤوس لذلك ودخولهم يجليتان كودة في حزب حزب جساء جلهم. طيب فلم يتسلط موسى كسلد من مركع عليهم كركود بقوة حق ومسلد من لأن الله ألا يقول حليه إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطانك يعني دقرتي سيحلدي سوامي تبردرا وإنما تسلطوا وانكسل عليهم كركودة بإرادتهم يجدونيتان كودة واختيارهم يدور الشدود ذكر وحا شايب لهذا الجواب بوجهه لبيس وجيبه ابن القيم باشايب بمعنى وحوه باللوغة هوري الدومة باللوغة هوري ابتداء واحد باللوغة هوري الشيطان كو أود وقسل الممالة باللوغة هوري ومركي في طرد عقيدة الصحة يكون لهين أصل كا أصل كا أنت كسوغيهين ملح كما صليت ميكو. طيب لكن إنو كسلت مو أيها سببوه سبب يهين لأنه يأطيحين
warkiisii bay yeeleen, xisbigiisii bay galeen, kooxdiisii ka mid noqdeen. Asaga awood uu leeyahay marka kumuna salidmin oo uguma suuroobin inuu wax ka qabsadee, laakiin ayaga waxay sameeyeen baa sabab u noqotay inuu ku salidmo. Saas wey macna. Tayib, isagu asi ahaantiisa waa tabar daran yahay, xooggiisii xeeladiisu waa daciif, laakiin adigaa jaani siiyey wa adigaa jaani siiyey. Markaad adiga aad khalad gashay oo yaani wax way xumaantii samaysay oo isagii warkiisii qaadatay oo u dhag raaricisay oo wuxuu kuu qurxiyey dabagashay, adaa isku salliday marka. Isagu sultaan iyo awood uu leeyahay daati ah kuuguma salidmin. Saasaa laga wada. أن الله ألا لم يجعل مليل له شيطان عليهم كركض السلطان نميل ابتداء باللو يعني إنه يعني وحو سجاء السلطان باللو وكويا شما البتة ولكنهم لجس النقي هم يجوا الذين هم يجا الذين كوا سلطوه شيطان سلدي على أنفسهم في الكود كركض كسلته بطاعته أطيعدي سصابته أي سجاء أطيعه ودخولهم يجلتان كود صابته في حزب حزبك ساي كلام درتين فلم يتسلط موسى كسلت من عليهم كركود بقوة أود أوليه ومصل حيلا لأن الله يقول وحل إن كيد الشيطان كان ضعيف أود بملك أود ديسي حيلا ديسي حقس وتبريري. طيب وإنما تسلط وصلت من عليهم كركود وحقو صلت من بإرادتهم يقدون تان كودا أي حمان تدورين واختيارهم إيه دور الشدودة أي طريق قاس إيه شيتكا أيه دورتين. ذكر هذا الجواب وجه ابن القيم عليه رحمة الله. المهم وحويان كيل يرهدبا أما واحد تلهدا نفيقو وحكور دعايا هيداه أنفيي يعني ابتداء ما قرأت هيداها سوغين وحيقو سوغيان من باب تسبب أيها السببوها. طيب أما ميد دهر مر لابد وجبه ولقد جوابا معنا قول تعالى وآيات حكت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله ألا مع الذين كوي لتشيرن كوضوء هذا اتقوا بقي وإسئل لي هي والذين كوا هم إيقوا محسنون السماء فلا ياشا دتك إلهي كبقى يكو وناك السماء يكو أسو إلهي لتشيران. طيب آيات أسي ظاهر كذا وحا كم وغضى الله مع يديسو إني خاص كتاه كواس عندنا آية ذكر واحد شرط المامة يا معيّد إلهي إني خلقي قدر اللي شرط وركسال سواف شنا يوا هذه الآية الكريمة تدل ويتوصي بظاهرها وحي كتوصي على أن معية الله إلهي لشريتان كيسو خاصة إن يتميد خاص قوة بالمتقين المحسنين ذاتك إلهي إسكي إلاليو دنوبت إسكي إلاليو محوناك نسميه. وقد جاء وحا يمد في آيات أخرى آية ذكر وحا كي يمد ما يدل وحا كتصي على عمومها عموم المعية معية عام لماذا وحا كتصي آية ذكر كي يمد وهي آية ذكر قوله تعالى ما يكون ما هذا من نجوى ثلاثة صدح فقود ما هذا صدح فقود يقول وبحض إلا هدوء هذا فق صدح داسي هو إسقى ألا الرابع ومتك أفريو ولا خمسة شن فقود مع هذا إلا هدوء هذا هو ألا سادس ومتك اللحيوي ولا أدنى وحكا يرمجر من ذلك أرنك ولا أكثر يوحكا بضنطونا إلا هدوء وهذا هو ألا معهم لتشيرن كودوا ثلاثة معنى صدح هدوء فقيسو إلهي بالتشيرن شن هدوء فقيسو إلهي بالتشيرن أو اللحية تردا ترى كير هذه شرتو فقي سو قولي وش كيسة ليسا الله لا شر ميت كبدر هذه شرتو الله لا شر بيش بحكم مقدمك خلقي قدر صما الله معيدي سوري عامته ومتقين إيه محسنين أين خاص كو أهينه خلقي قدر إله مع عضوه صلاة كم مقدمنا وقوله تعالى بايدنا كم إذا أيدنا تمد وهي قوله تعالى وقوله تعالى وهي وهو ألا معكم لشيرن كي نواه أينما كنتم مال ألا ميضا حاتام ماشا تشوكتان بألا إذن لشير وقوله تعالى وفلنقصن عليهم ونقصوننا ونقصوننا عليهم كركوذا بعلم أيا نقصوننا وما كنا ما نانا هانين غائبين كوامقا ما مقنين
adoomada waa la joognaa waa waa la jiraa wa qawlu ta'ala wa ma takunu fi sha'n ila akhir al-ayah wa ma takunu fi sha'n wa ma tatlu minhu min qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi hada al-quran akhir hada wax samaynayso wax ka soo samaynaysan wa idin la joognaa waa tayib marka hay tilmaamayaan aayadkaasi maciyada ilaahay inay caamta aayada horna waxay tilmaantay tarjumaada maciyada ilaahay inay khaas ku tahay muttaqiinta iyo muhsiniinta tayib wal jawaabu jawaabku waxa weey anna allah anna lillahi ilaahi waxa usugnaadi maciyatan khaasatan la jiritaan khaasa iyo maciyatan la jiritaan caamatan oo gudaweyn mid guud iyo mid gaar ah kala jirto fal maciyatu al khaasatu la jiritaanka khaaski waxa weey bin nasri bu ahaade hiilo ilaahay macnihiisaas waa hiilo ilaahay wa tawfiiq iyo waafajin wal i'aanati iyo kaalmayn saas weey macna mid khaaska macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa u kaalmaynaya ilaahay baa waafajinaya ilaahay baa u hiilinaya wa hadhihi mid macnahaas leh li khusus al muttaqin al muhsinin dadka muhsiniin ee muttaqiinta khaasnimadooda u sugnata ayaga kaligood ay khaas ku tahay macna la lama wadaago ka qawli ta'ala inna allaha ma'a alladheena taqaw maciyadaasi marka ma aha lagama wado ilaahay uu og yahay uu ka warhayaa uu maqlayaa uu arkayaa ma macnaha guud lagama wado waa macna ka khaasan oo waxa laga wada ilaahay uu u hiilinayaa uu la jiraa uu garab taagay uu waafajinayaa waa u kaalmeynayaa وقوله تعالى إله رهدي سوى كلاوه يدنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إذ يوحي مركو وحي وذي ربك إلى الملائكة ملائكة أوحي وذي أني أنوغ معكم لجران كينانا هاي بمعنى وإذين هيلنا ياوي وإذين لجران طيب وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى نبي الله موسى ايو نبي هارون عليهما وعلى نبينا الصلاه عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام انني انقب الا يدي معكما لبدينا لجيرنكينا اسمع وان مقلى وارى وان اركيا حالكينا واركا هذلكينا ومقليا وقولي تعالى اله اودي سو يدي نبي مركو كو ربي هذلكي صلى الله عليه وسلم نبي محمد لا تحزن بو نبي صلى الله عليه وسلم سو الله الله يا ابو بكر لا تحزنها مرجن ان الله الا يا معنا لجيرنكينا ilaahay inna la jira tayib tabarka waxa weey aayadkaasi maciye khaas ah leedahay maciye khaas ah oo dadka muuminiinta ah muttaqiinta dadka wanaagsan ba iska leh wa maciyatun maciyana aamatan wa maciyatun aamatan bil ihatati wal ilmi yaad maciyada min nooca labaad ee caamkan waxa laga wada ilaahay uu koobay uuna og yahay uu ka warhaya bil ihatati wa koobida والعلم علمي لانه تعالى الله كرهي اعظم واوي واكبر وكوي من كل شيء شيء استوى كوي محيط متكوي وبكل شيء شيء والبن متكوي فجميع الخلائق خلائق دمانتود مخلوق ودن في يدي غانتي سحاله كسغيهن اصغرك ومتكير واي من حبه خردل حبه خردل اواكي يدهن وفي يدي احدنا midkeena gacantisa ku jirta mid naga mid walahu allana waxa uu sugnaday almathalu sifada al'a ee ugu sareysa yaani tusalaha iyo sifada ugu sareysa ilaahi ba iska le tabaaraku taala oo waxa doomadiisa iyo khalqigiisa oo shabaha ma jiro taa waa maciye caam ah marka maciyada caamka ah waa covid iyo ogaansho iyo maqal iyo arag iyo kowrhayn iyagama qarsoonidin taas aan lagu tayib taa marka wax way khalqigo dhan baa soo xusgalay laan khalaaqdo dhan ilaahi waa koobay waa ka warhaya waa ogsoon yahay kama fakan kara tayib khalaaqdo dhan marka la isugeeyo wuxuu yiri fajamiicul khalaaqi fi yadi asghar min habati khardal habatu khardal wa shayr wa muhu ahay taqriban loogu soo qaato misalka habad yaro muxuu ahay aad u yar oo mithaal loogu soo qaato shayga marka
laga warramay yaraantiisa markii la aad u yiri habatu khardal bal sida nusoos taba ku timi tayib wa sayati wa iman do rabbi lahu kaisa isaga lahu isaga ziyadatu idahin ba wahi ku iman do nda fi surati alhadid insha Allah surati alhadid bu wuxuu kaga warramaya markuu maciyada ilaah iyo istawihiisa arshiga uu ka sara maray taasu ka hadli doona Allah arshigu ka sareeya hadana wuxuu leeyahay maciinana la jirankiina taa markuu is waafajinayo ayuu kaga hadli doonaa oo sii cadayn doona wahiya iyadu maciyadani caamatun waya likulli alkhalaiq makhluuqaatko dhan bay wada gaadhaysa oo si guduud guud si guud waya macal maciye guud waya kama dalat sida ku tusay calayhi korkiisa al aayaatu al mutaqaddima ayadaha soo hormaray marka maciyadaasi waa maciye caama laba nooc marka oo maciyadii ah ayay midna aayadahani ka warramayaan midna aayadahani ka warramayaan tayib yaani maciye khaasa iyo maciye caama tayib wamida ka khaldantay qoliyahan firaqdan jahmiyada iyo wixii ku abtirsada khaasatan firaqda ka qaadatay afkaarta sida mu'tazilada iyo ashaacirada wax kaga ta'asurtay iyo mas'alada maciyada ilaah iyo istuuhiisa ba isaga qasmay markaas ay soo fajin kari way aayadkan marka maciyada ba waxay ka dhigan inay tahay maciyatu dhaat ilaahi dhaatadi shaamil kasta joogta khaasatan mutaakhirin toodi way mutaqaddimin tima طيب متقدميتي اشاعره حتى وحي قبل اله تبارك وتعالى انه عشك كوري طيب الكا سوره النحل بو كغه سوبخاي الكنا و هو كغودا غلاي سوره بني اسرائيل ام سوره الاسراء قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا ما ننهان معذبين كوعذاب ادمده حتى نبعث الى ان صار اسودرنا الرسول الرسول صادر marka rasuul u yimaad oo kitaab loo soo diro oo ay beeniyaan markaas la cadaaba hadaan waxba loo soo dirin ba la cadaabi maayo saasi aayadu leh tayib aayada dhahirkeeda cadaab adduunyo mid aakhira ma kala qaadayso wama kunna mu'adhibina way itlaaqday aayada kale waxa jira marka tilmaamaya sida si ka duwan qas soo wacnaa marka tayib qoladii aan rasuulba u iimaanin lama cadaabay qoliyo kale too rasuulba u sanu iimaanin oo la cadaabay ba hadana la helay wax rasuul soo gaaray oo ilaah xaqiisa uga yimidna ma jiro hadana waa la cadaabay say marka isu waafaqaysaa هذه الآية الكريمة فيها دحض وحا التصريح عدين لعدي بأن الله الله تعالى كره لا يعذب إنسا عذابين أحدا عدنا حتى ينذره إلى أؤدقه على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام رسول شعر بكوضة إلى أؤدقه ورسول شو سوكار شي سدقنين تإلهي إنسا ألا أحدنا عذاب أي آياتك عدهي ساسي عدين ونظيرها مد اللمد كوحوي قوله تعالى آياتنا اللمد رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حاليه رسول بشارينيس وديغيس لئلا يكون سوسا وغهان للناس ضدك أيسا وغهان على الله إلا كركيس حجة وحجة بعد الرسل رسول شكد سين ضدك إله أكتيس وحجة أهل بعدما رسول شي أيسو قادوا كتب الله صدري عذر دار إنيسين هلين وحي حجيستان إنيسين هلين بري مركي لعذابه إنينا دهن إلا محد نو عذابت وحنا لو شيء ما بجري وحنا ما سوق قارين تاسع لجرية مع الإله تبارك وتعالى وحوج علي هاي الدوم ذي سئين عذر دار كأول ما يسترو إلى الدون كو جرو صدو إن وحول بنا الله لما يستري خلت كنا أولي هاي لعذابي مايو طيب وقوله تعالى إلهي أرى هذه سا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ولو أن أهلكناهم هدانو هلاقنا وقاله تبارك وتعالى بعذاب عذاب هدانكو هلاقي لهين من قبله هرتي
نبيه هرتي صلى الله عليه وسلم طيب القرآن رسولك هرتي صلى الله عليه وسلم دانو عذاب كوها لاقي لاي لقالوا حيدي لاي ربنا ربي قنو لولا أرسلت ما نوسو ديرتي إلينا حق أنك رسول الرسول ما نوسو ديرتي وفنتبع أن راعنا مرك آياتك آياتها هذه يقو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبابين لها الهلاقي لها وحيكو دودي لهايين وإنت هذا الهلاقي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى دودي لها ومرك آياتها أن راعنا طيب وقوله تعالى بأيضنا لم إذا ذلك أرن كاسي ألم يكنون سنهاني وربك ربك مهلك القرى مقالوا إنك يددك كن والمذ هلاك موسى نهاني بظلم ظلم أي سمعين درتي وما هلاك والحال أهلها دد كيدو غافلون كوموك أيهين قريوا إنك أيقو دد كيدو وحبا كورهين ومجتمعات كي بلشو إنك وحسو قاري أين اتشرين إله إسكما هلاك يعني غافل كوحلق وذا غافلون كوا وحبا أقين وحبا سو قاري إلى غير ذلك من الآيات هذا سدمان تدمرك وحيت الماميان إن الله ينوس العذابين عدنا إلى رسول صادر طيب هذا أوريكم عليه ويؤيده وحاسي عديني أرنك إستقى تصريحه عدينتيس ويؤيده وحاحوشين يده تصريح عدينتي سأل وعد على كرة وعد بأن كل أفواج أهل النار نارتا يعني كوحها هذا لما أنتم جاءتهم إلى أتمت الرسل والرسل شيء إلى أتمت في دار الدنيا دارت الدنيا دا. يعني نارتا كوحها قلية iyo guutooyinka ilaa guuto iyo koox iyo fuuj baa loo galinayaa marka fuuj kasta iyo koox kasta iyo guuto kasta yaani wax weeyaan ilaahay tabaarak waxay cadeynayaan oo la cadeynayaa inaysan inay rusulshu u timid darti adduunyada intay joogay inay rusul u timid baa cadeynayaa wayuayiduhu waxa sii xoojinaya tasriixu cadeyntiisa allah u cadeeyay tacaala korahay wuxuu cadeeyay بأن كل أفواج أهل النار نار تدت كذا كوتوين كذا لما أنتد جاءت من أتمت الرسل والرسوشين أتمت في دار الدنيا في قولي بقال لك وعده تعالى كره يقولي كلما ألقي مركز طول الرطورة أما الرذو فيها النار نار تدحد فوج كوحم كوتو سألهم وحويديني خزنتها نار تخسندها يا شادي كوي ملائكتي خسند النار تهي وحي كلين ألم يأتيكم صائدين ما إيمان نذير مدقة ورسول مدقة إذين ما إيمان صور رسول حق إله إذن كما سوء قاعدين قالوا مركزة واحدة بلا إسكبت دائنو سنسوء قاعدين وانسوء قاعدين قد جاء بلا بيدا هيا قد جاءنا وحا نويم نذير مدقة نويم فكذبنا مركزة بينين حق إله إذنين وانوغتهم لكن أنا قد ديدني طيب مر هذه ديدين مركا بمعنى وحوى كروى مركا العذاب ومعلوم وحل أكسوية أن كلما كلمة داس كلما صيغة عموم صيغة عموم كلما فعل كذا هو كذا كلما من الفاظ العموم ونظيرها مد الله مد كي وحوى قوله تعالى والصيغة الذين كويبا لكحي كفروا قالوا إلى جهنم لوكحي زمرا أيوغو كحكح إلى قولي لقارو قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ملائكتي بوحي كليهن مركي نور كحيقو كوحة جهنم لقيبة ملائكتي بوحي كليهن وصوح رسول إذن ما إيمان السعيد إذن دكت إذن ما إيمان عذاب كان إيه وحن إيه مشاكشني عد هوري إذن كشاكتو إذن دكت سو إذن ما إيمان مركز وحين قالوا بلى وإنو يمادين ولكن حقت وحاسس سجنات كلمة العذاب عذاب ككلمة دي سا وحيكون سجنات على الكافرين إلهي بأغري أغري إن عذاب كجلان كلمة دا سان كركضك سجنات فقوله أرادي سمرك وسيق الذين كفروا أويري يا عم وح عميم يا كل كافر وسيقة عموم حقي سيقة عموم كجترته بمعنى الذين
واسم موصولة صوما. طيب من سياق العمومة، يعم وحامل عميمة كل كافر لما تقرر وحص قنادي درتت في الأصول كس قنادي، ومن أن الموصول أو ومن أن الموصولات أسماء موصولاتكم من سياق العموم إلى كمديهن، يعني عموم كسيغوين كيس لعمومها. طيب محيلي عميمي ديدا درتت كل ما تشمله صلاتها شيء كلو أو كستو اسم موصلة ديسو وشملين أيو أي عموم كيدو قليا. طيب بمعنى اسم موصول عموم كيس وعام، لكن صلة ديسا صلة كدن بيسا معناه يضوحو شملين أيوضن أي عام كنت هل كاس عموم كيدو كتيرا معنا. طيب طيب بركة ترى هذا مثلا وسيق الذين كفروا اسمي موصول الذين هو سلدي سنة كفروا صوما مركة يعني سلدة أو كفروا وحكستو الشملي صوما معنى كستو صوهوس كلا أي اسمي موصول عموم كيسو كتيرا كفروا اسمي موصول. طيب لما كلما تشمل لعمومها كلما تشمله صلاتها كما أشار له سيد كتلما في مراقي السعود بقوله في مراقي السعود كتلما ما يحول صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع صيغة كل وحكو الرمي الفاظ عمومك صيغة كل أو الجميع يعني كل أما جميع صيغ العموم يا ها محيطين قرأ سيغه أساس محيطين قرأ طيب سيغة كل بيقرأ سيغه كل أو الجميع. طيب سيغوين كعمومك وكل جميع أما جميع يعني كله جميعه. طيب وقتل وحر رعي وعمومك كل رعي وطاء يضن لمذا الذي التي الفروع وقتل الذي التي الفروع سامي نقول يعني وحكوا ذا الذي التي هي فروع ذو ومحاف فروع ذا كلام كوا ذا بمعنى أسماء الموصولات كي كله اللي هو بديهن فروع ذو ذا الذي هي التي هي فروع ذو ومعنى قوله وقتل الذي إلى آخره وحوي وحكوا ذا معناه أن الذي والتي وفروعها سيق عمومي سيغوين عام ككل يو جميع وكلام كل جميع يو الذي يا التي يا فروع ضوضة كل قد سيغ عموم. ونذيره ومتكلمتك أيضا قوله تعالى وهم يصطرخون فيها النار تدحذيك على عليها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني عمري أتكوى نقادتان صمانا إذن سين ووجاءكم صئذين ما إيمان النذير مدي دين ديك ولك هذا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ألو نار تنقصر وحي هري أو نصمين وحانا هم بان نصمين وفي عن وحوان سوحا قاتشنين مركا عمري أتكو أنا قادتان نوائد السن إدي دين دكتان نوائد دين تمدوا والله وضع سيد من ها عاقا جيني زان مركوا. طيب فإنه عام أيضا لأن أول الكلام كلامك باللوغي يسمحوه آيات كورس والذين كفروا لهم نار جهنم صوما وهم يصطرخون وهو الجمع وحيون نقنسة والذين كفروا لهم نار جهنم اسمك موصول عام ويسمعنا صومر. طيب بعمومي يعني عموم كوكينيو لما تشمله صلته. طيب وأمثال هذا كثير وكثيرة مد بضن في القرآن تاسئاد وبنت القرآن مع أنه جاء هذا وحي من في بعض الآيات ما يفهم وحل قفه ما يمن حقيسة أن أهل الفترة في النار إن النار تكجران ماشا ويماشا مركا
يعني معنيه كله وتلمام الرو أو أيدها سانسوش يقولون له حيسكو راعين عد أن رسول سو قارن أن لو تجين إن أن إلهي عذابين هل كان أيدها كلا تشيرو تلمامية ضد أن رسول سو قارن أن العذابين وهل الفترة علينا إلا فترة ذا وحل إلا ذا وكلا قوة الرسوشة ميد باتغي أوردنتي كي كلنا ولي ما إيمانه أنت أود حيسا ضد كنول محبسو قارب على هذا أهل الفترة. طيب كقولي تعالى ضد أهل الفترة ونرجل يا أيدها اللي جفهم يا كقولي تعالى وما كان لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان ماهن للنبي نبي أماهن للنبي نبي أماهن يا والذين كوا آمنوا الرميي أن يستغفروا إن يدمدافوا يديان الله إن يدمدافوا يديان للمشركين قال هذا إن هو يديان ولو كانوا هباء هذين قال هذا ولي قربا كوا قرابا لما أصحيبا من بعد ما تبين مركي عداتي كذب لهم مؤمنين تمركي عداتي النبي كذب أنهم يو مشركين تني أصحاب الجحيم جحيمة ضد كذا إني كمدهين مركي عداتي إني جحيمة ضد كذا إني جحيمة قليان إن إله أودم لا في له ذا ما عيالي إذ إلهي قال لي ما كل ما توج حيمة قلي ما فإن عمومها آيات عموم كذا يدل وحطسي على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن النبي قبل سوق قارن إن آيات قلي زي كتوسي طيب وحسي عدينا يا النبي صلى الله عليه وسلم حيكون تمد مركي السوق الصعتاء يا ومكية مدينة لحظة مرأي قبره هو يدي وكل أحد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ويي كرتقي زيارتي ويي سحابتنا كوه هي النبي صلى الله عليه وسلم كذب إلهي بويديستي إنه هو يدي دمداف ويديه والله دي دي النبي صلى الله عليه وسلم مرك النبي يدد مؤمنين إنه مشركين إله دمداف في دهدان ما يبال حتى قرابه هذا عموم كتاسي عدينيس فإن عمومها يدل وحكتوس على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ضد أن النبي قبل سوق قارن وسوق قارن ذو حلقة وضعه بمعنى عند البعثة سو سارد دي سي يعني مركي رسول لقدر النبي لقدر كذب ضد أن سوق قارن أي سوق الكرايدة وكذلك وحل لم يدع عموم قوله تعالى بأيضا لم يدع والذين يموتون وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما كوي يجونا دنتي يجوا قالا كواسي الله وحنو ديار النبي عذاب حنو تشيا أيدنا وللذين يموتون وهم كفار لما كلا قادر مر بهذو الروح وقال لي ما كل دنتو أما أهل الفترة هذا الرسول يسوع قال أما الرسول هوي مات عموم كيدو ما كلا قادر عذاب حنو بدن بيلين بالين وقولي تعالى وكم إذا إن الذين كفروا كوا قالوا به وما تور دنتي والحال هم كفار أيقوا قالا دنتي أولئك كواسي عليهم كركوا هذا لعنة الله والملائكة ملائكة لعنة ده والناس ذاتك لعنة ده أجمعين دمانتو أيضنا عموم كذا قدس إن الذين كفروا لما كلا قادم مر وقولي تعالى إلهي أرادي سويري إن الذين كوا كفروا قالوا به وما تور دنتي وهم كفار أيقوا قالا فلن يقبل لك أقبل ما من أحدهم متكود ملء الأرض دولك مكي أو ذهبا ذهبا دولك مكي أو ذهبا لك أقبل ما يحضو يعني حتى هلبا دولك مكي أو ذهبا ليس سيمب ماي لكن هديبا أو هيسن له وإنه اسكفر تأو الرب لها لك يهل ماي إلى غير ذلك من الآيات آياتها قارنا عموم كوذي كبتسي قارنا يعني وحويان وي ويبا كوعدين كوكلا سيعدين دور معنا سيالي سوى فتشنا يوي مرك اعلم واحد وقاتابو أولا مرك هوري أن من لم يأتي عدو صنو إيمان النذير مدقة في دار الدنيا دار تاع الدنيا وصنو إيمان أو كان هذا كافرا قال حتى مات إلى أولنتي اختلف العلماء في علماء واسكو خلاف طيب هدو قال يحي لكن أي رسول كسو قاري أما كتاب كسو قاري أما دعوة كسو قاري
oo uu diiday saana ku dhintay ka inuu ilaahay cadaabayo taalis khilaaf kuma jiro. طيب waxa la isku khilaafsan wax weeyaan cid u digto uma imaanin gaalnimu ku noola adduunka saasuna ku dhintay taa way muranku mid ka jiro. اختلف العلماء علمدي واسكو خلاف في حديث هل هو من اهل النار اهل النار كم يكم لكفر قال لمدي صدرت او اما هو اسو معذور من سوا من له عذر داري واي بحير لانه لم ياتي وما ايمان النذير وحوتي لو ذا كيتا ان له عذر داري ما دام وحو شيغه او سن هيلين اي ان ما دام او قالها نار قال لو قال سوما ما قال نار انو قاليو oo kufrigiisa ku galayo iyo inuu cudur daare labada keewa saasal isu kama ashaara lahu fi maraqi suud bi qawlihi tu fatratin bil far'i la yura'u wa fil usul baynahum niza'u tu fatratin mit fatra usahiba oo xil rusushu kala go'een noola bil far'i furu'da la yura'u luguma argagixiyo yaani furu'da wax laga wadaa wixii aan tawxiidka ahayn wixii aan tawxiidka ahayn oo yani masaa'isha furuucda ah iyo waajibaadka aan asalka ahayn ee aan tawxiidka ahayn taa iyada ah lagu cadaabi maayo lagu ciqaabi maayo wa fil usuuli usuusha dhexdeedana baynahum dhexda nizaacun baa ahaada usuusha ma loo qabanaya oo ma loo cadaabayaa mise maya taa way isku muransan yihiin. طيب وسنذكر ونشيق إن شاء الله جواب أهل كل واحد متكست جوابتيس أو من القولين كمد لابد قول متكست أو كمد ذاتك إسكالها أم مري جوابتيس نشيق إنه ونذكر ونشيق إن ما يقتضي وحو شيق وحو كيني الدليل دليلك كيني رجحانه وحوك بنديس يعني مركا أدلة ليسو في ريو لمقارنة يعني وحو الاشكاليو الاشكال بحيو دليل كوحو كتوسيو انو حوك بين قول كحوك بدل دليل كتوسيو كان وانو شيك بالمعنى فنقول وحلال مركب بالله نستعين سلام ومسلو يعني وحو مرم بدن بدن كتشيرو علمدو نمبسي اقاضي قلبا ميل مرين قلبا اي نصوص دليشدين حديث باسوق اللي دونتا مسألة اسي مركب ايو شيخ التحريرين ايه أقواشي بوكينيا قول كست وحي لغو بوشي بوكينيا وحي دلشدين وحي لغا جوابي وحي كجوابين يغلفتو دو جوابتي بحيان أخيرا مسألة دو رجيح دونا وحي لغا دليلكو ساسو وحوك بدين. قد قال وحي لهذا مرك قوم وحي لهذا إن الكافر علماء كم ذا إن الكافر قالكو في النار نارتو كجرا نارتو قلي ولو ما تهبرد انتو في زمن الفترة حل الرسوش كلا جوئين بهرد انت وحبي يسن سو قارين به نار تقولي ومن من جزم عيد جويس وح كم إذا بهذا القول قول كاس جويون هذا الجلينين وخلاف جلينين النووي باق كم إذا في شرح مسلم بمعنى يعني حق بندي دي سخلاف مسكين وح حوشي أو جوي إنه رأي جاس حق بدين في شرح مسلم لدلالة الأحاديث أحاديث تصيد هذا الدراد على تعذيب بعض أهل الفترة فترة هاي الأحاديث النبي قال وحي كتستي ضدك فترة النولا حل قارسوش قالوا قلقوين ضد ضدك النولا قار كم يدول العذابي بيا حديث تكتسين قار كم يدول تلمام تونا حديث كحوكي دونا إن أبي وأباك في النار حديثتي عربتا انت النبي قال صلى الله عليه وسلم قار كم يدول ونصوص تكتب إن العذابي قواس معناه تلمامي. طيب وحكى وحو شاغيله وحو حكايودي القرافي شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي في شرح التنقيح وحو كشاغي علينا ذا شرح تنقيح الفصول وحو كشاغي وحو حكايودي سو غوري ود الاجماع ان ليس كرعسي على ان موت اهل الجاهليه ضدك جاهليه النولا dadkii ka dhintay finnaari inay naarta dhexda ku jiraan likufrihim gaalnimadooda darteed kama xaka canhu siduu ka sheegay saaxibu nashri lbunuud nashri lbunuud sharxi maraaqi sacuud waay marka maraaqi sacuudka ayuu ku sharxay. طيب cabdallah ibnu ibraahim shanqiiti ayaa iska leh nashri lbunuudka
marka isaga ka sheegay qaraafi baa wuxuu xikaayooday buu yiri in culimadu isku raacsan yihiin jaahiliyada iyo bicthada nebiga ka hor dadkii dhintay inay naarta ku jiraan likufrihim qaraafi baa sheegay ijmaacaas yaana kasoo guuriyey waxaa kasoo guuriyey saaxibu nashr lburud ayib wa ajaaba haddii sidaa la yidhaah oo gaalada ahlulfatradeen waxba soo gaadhin iyo kuwii wax soo gaadheen waa isku mid oo naartay wada galayaan haddii la yidhaah maxay kaga jawaabeen marka wamaa kunnaa nuca mucadibiina xataa nabcaa rasuulan aayadda tarjamada maxay kaga jawaabeen ilan aayaddu waxay leedahay ilaa dadka wax gaadhaan ma cadaabayn iyaguna waxay leeyihin kuwaasan waxba gaadhin waa cadaabay see looga jawaabi wey wa ajaaba way jawaabeen ahlu hada alqowli can aayati wamaa kunnaa mucadibiina aayaddaa waxay kaga jawaabeen iyo wa amhaaliha aayadaha lamidka min thalaatati awjin saddex wajibay kaga jawaabeen alawal waxa weeye anna atacdiiba cadaabidda almanfiya ee meesha laga saaray la anfiyey fii qowlihi tacaala wamaa kunnaa mucadibiina lagu anfiyey wa amhaaliha iyo aayadaha lamidka huwa atacdiibu dunyawi waa cadaabidda adduunyada ah wamaa kunnaa mucadibiina adduunka ku cadaabi bayna wa xataa nabcaa rasuulan ilaa rasuulan soo saar oo halaagii baa laga wadaa maanaa ummad la halaagi maayo adduunka ilaa rasuul u yimaado oy markaa beeniyaan marka cadaab dunyawiya ku fasireen falaa yunaafi diidi maayo marka oo kama hor imaanayo thubuuta tacdiibi fi laakhira aakhare cadaabkeeda sugnaantiisa kama hor imaanayso leanna wax weeyaan adduunka la halaagi maayo kama laazimayso kamana hor imaanayso aakhare in la cadaabayo marka waxa aayaddu anfisay waa cadaabu dunya amaa cadaabu laakhira aayadaha kala sugay saasay iyagu kaga jawaabeen wadakara wuxuu sheegay ashawkaaniyu fii tafsiiri wuxuu ku sheegay fatxulqadiirkii wa wuxuu ku sheegay ana ikhtisaasa hada atacdiib ha yani la khaas noqoshada cadaabidaasi almanfiyi ee la anfiyey bidunya adduunyada ay ku khaas noqoto duuna alaakhirati aakhara maya in lagu khaas yeelo ama ay ku khaas noqoto adduunka basa oon aakhara la soconin dahaba waxaa tagay ileyhi aljumhuuru baa sidaa maray wastadhara wuu daahirsaday huwa isagu khilaafahu sidaa si ka duwan ayuu xoogsaday oo la xoog badnaaday wey macnaa istadhara bimacnaa waxaa u muuqday isaga sidaasi ka duwan ayaa u muuqatay oo usoo baxday oo la xoog badnaatay waradda wuu radiyey shawkaani attakhsiisa bicadaabi dunya cadaab adduunya in lagu khaas yeelo aayadda tafsiirka wuu radiyey wuxuu ku radiyey biannahu khilaafu adaahiri waa sida ka muuqata ayay khilaafsan tahay min alaayaati aayaadka ka muuqda macnaha muuqdee aayaadka ka muuqda ayay ka hor imaanaysaa waxaa kaloo uu ku radiyey wabianna alaayaati almutaqadimata aayadihii soo hormaray addaalati ee tusaysa calaa ictiraafi ahli nnaar ahlu naarku inay qirteen jamiican dhammaantood bianna arusula rusushii andaruuhum inay u digeen fii daari dunyaa adduunyada daarteeda dhexeeda inay ugu digeen aayadahaasina sariixatun waa mid ku cad fii nafyihi arrinkaa anfintiisa macnaa yacni labadaasu ka jira wuxuu yidhi horta aayadda wamaa kunnaa mucadibiina in la khasiso oo cadaabka adduunyada lagu khasiso waa khilaafu daahir maxaa yeelay aayaddu waa mutlaq way itlaq sooma way camimtay adiga markaad leedahay cadaab adduunyuhu khaas ku yahay waa inaad daliil keento waa midda labaad ee aayadihii soo hormaray ee ku caddaa dadkii la cadaabay aakharo in ay dhammaantood rusulo u timid inay qireen taana wuu ku jawaabay athaani jawaabta labaadi waxa weeye anna maxalla alcudri bilfatrati almansuusi fii qowli wamaa kunnaa mucadibiin yacni cudurdaaridda dadka ahlulfatrada ah loo cudurdaarayo ee lagu cadeeyey aayadda wamaa kunnaa mucadibiina wa amhaaliha fii kayri lwaadixi waay bimacnaa halka wuxuu rabay inuu ku yidhaahdo khaladka ay galeen ahlulfatruh yaa laba nooca masaa'ilna waa waxyaalo cadcad oo banaanka iska yaalla oo caqliguba ku tusiba waxyaalana waa waxyaalo qarsoomi kara oo markaa u baahanaya ama kitaab ilaahay soo degay inuu caddeeyo ama rasuul caddeeyo marka kuwa
مسائش اللو عذابي كوا العذابي وكوا الجلي مسائش واضحة هاي عقلي جو بديه ذيبة الله كوا أبو رينا القرط إنه يسوي كوا إرزاق ينا القرط إنه يسوي كوا مامول ينا القرط إنه كديلي إنه كنا علينا إنه كلي جي عن تبوه هاي أنت ينا القرط هذانا عاد ريدا نسقي هنا عاقدو مس قبانيس ما هي عقلي جديد يبله مرك شركة ومسائل الواضحة واه كوا الشركة كرد عي واضح جلي جاء كوا ولا عذاب كوا عن كرد إن وحيالا قرقرصون جلينا كوا سوى كوا لله لما عذابين ساسو يعبدون يقولون مدى لبادي وحوي الشباب تلا أن محل العذري عذر داري ده محل كيد وحوي بالفترة اللي هو عذر داره المنصوص اللي وعده في قوله وما كنا معد من الآية يو أمثالها وحي لم إذا في غير الواضح واه محل ك لو عذر داري الفترة وحوي في غير الواضح ووحى عن عدين وأرمه عن عدين الذي كاسو لا يلتبس في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل وأن كقسمين روح عقل له يعني في غير الواضح أما الواضح في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل سمين قريه يا طيب يعني وحويان ووحي أن عدين ومرك أن كده قلينين أما أن كقسمين عدي عقل له وأما الواضح الذي كاسو لا يخفى أن كقرصون على من عنده عقل عدي عقل لأن كقرصون كعبادة الأوثان بوي صنم يدع عبدته ذي بوي فلا يعذر فيه أحد عندنا لو عذر دار معي لأن جميع الكفار قال هذا دمانتو يقرون وحي قريا بأن الله ألا هو يسق ربهم واي إنه ربي قديه وهو خالقهم إنه يهمتك أبوري ورازقهم إتك إرزاقا ويتحققون وحي خبان ويحقيق صدين أن الأوثان الصلم يدو لا تقدر إني سنكري كرين على جلب نفع إن نفع أسو تشيدو ولا على دفع ضر يدب إني كرين بتطانا دب إني كعليسو يدف إني أسو جيدنا من دين إني كري كرين لكنهم أيهو غالطوا أنفسهم نفتو دي بخلط كردين غالطوا بمعنى أوقعوها في الغلط طيب لكن هذا نفتو دي بخلط كحكمين انتي مركي هورا قيرين انت مركي سور دوادين بهادنا اسكن نقضي ونو دي بسون حكومة فزعمو مركاسا وحي شاكتين انها ايضو اصنامتي واي او ثانتي تقربهم اني ودوين ودوين سئيجا الى الله الهي اني ودوين زلفا دوين مركي كوقن عين نقاحن يا صنم كان يا جيت كان يا وحن عابدين سواح ترع هين لبنا كين علين كرين دافنا بحين كرين انت مركي كوقن عين بهادنا دب خلد السوق حكومين مركز أوحي له صح وحب ما تركت لكن إلهي بينوجو إرجيني ها إلهي بينور دوين كران طيب وأنها يضو شفعاؤهم إن يتكو الشفيع يجع عند الله إله أقدس أوجا شفيعي صاص يبرك الدم به أسكو خنعيا مع أن العقل يضو أي شرط عقله يقطع إنه جين يه وشك كسر يبي نفي ذلك أرنك إنه صاحب كشرين صاص المعنى جيد أذو سميسي أنا حال قرتي بإلهي أكتي سكاجي إرجيني أما إلهي كور دويني عقلك كين يكوى يعني عقلي جيبه بديدي معن مركا قضاياتك لوجو عذر داري ماشى لوجو عذر داريو وشركك جليك أول وصنم تعبد الدودة صوما تاس محلي لو وحن لوجو عذر دارين وحن لوجو عذر دارين وشركك جليك أول وصنام تعابد ذا وحي قرصومي كرا أو مركز الرسول أو كتاب إنه أي ما دمه يه أي نسيك لكو كيني كرينا خلط كأي كقال المركوا ولو عذر داري ساس يقول يمرين ورأي سجن ضعيف هو أدو ضعيف الثالث متكسد حد وحوي أن عندهم أكتر ضوحة هذه أن عندهم أكتر ضوحة هذه بقية إنذار دقيت باقية ديجد هراجت مما جاءت به الرسل رسوش وحي لتمت حجاد الذين رسوش سأرسلوا الله دري قبله النبي جهرتي صلى الله عليه وسلم يعني رسوش النبي جهرتي الله صدري
wax ka haray oo degniin ah ayay hayeen. Waxbay hayeen kitaabtii Ilaahay soo dejiyey, rusushii hore u timid wax ka haray bay hayeen. طيب أن عندهم وحاهد بقية إنذار دقد مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم كاسو تقوم إنذار كاسو تقوم أي كو استاغيس عليهم كركوذ بها صوت الحجة حجد أي كو استاغيس وما لوحاو إي شيء إليه رأيك بعض الميل إلى شقار كذو حوغا إلى شاء ابن القاسم باو إي شيء في الآيات البينات كتاب أصول فقه. طيب ابن القيم قاسم العباد باو اي شيء يعني وحويان كتاب كيس آيات البينات رأيك سوحوغا يرو اي شيء سو وأهل الفترة دي لعذابي عذابك وكسو أروري إن لعذابي وحلقان ما هيني كرسوشي هوري أتمت أيا وح باقي اي كهين ما دام باقي أكتو دي اللي وحون دقنين اي هيين تين اي كل احذين تاسا كنتين لعذاب ايه بلاش ما هي معنا. وقد قدمنا وحن صهر مرنبي في سورة آل عمران أن هذا القول قول كان يرده إنه ردنا القرآن قرآنك إنه ردنا في آيات كثيرة مصرحة وعضينيسة بالنفي أسل النذير نذير كأسل كيسة ديقا أسل هانتيسة ما أنفينتيسة عنهم إيقا لقا أنفي أصلا بإنو سنوح أدقا أو إيمان هذا ساو عضيني سأصدر هذا رأيك سوى الرأي ضعيف هو وحكم إذا كقولي تعالى بالكم إذا أيداس أيدها معناها الشيء إنه وحي ودي قبل إيمان وح باقية يمد عصبتنا من إنه سوى إيمان لتنذر بكم إذا أيدها لتنذر سيد ودي كتنبي محمد قوما قوم قوم كاسو ما أنذر أن لو ما أنذر أن لو دين آباءهم آباء يشط قوم كأو إيمان يج إسكاب الداي أو يدو دي آباء يشط لو مدي وح ودي قوم إيمان. طيب وقولي تعالى يا له هذه سوى أم يقولون افتراه ما وحي داهيا أم يقولون مسوح داهيا افتراه محمد بابينا بورت قرآن بل إسكبرنا فهو الحق ومن ربك ربك حق سكا هذا لتنذير سيئة قدرت قوما قوم قوم كاسوا ما أتاهم وصنون ما إيمان من نذير مدتك من قبلك هرتا هذه هرتا واحد أدتك أم إيمان واضح هو. وقولي تعالى وما كنت ماذا أهل النبي محمد بجانب الطور بورت لنا عاد إذ وقت نادينا أن رواغنا نبي موسى عليه السلام ولكن رحمة من ربك لكن الحريص حق ربك كأهاتي أيان كووح ينوى لتنذير سيئة قدك قوما قوم قوم كاسو ما أتاهم وصنوا إيمان من نذير من أدك من قبلك هرتا. وقولي تعالى إله الذي سويري وما آتيناهم من كتب وما آتيناهم ما ننسين من كتب وح كتب ويدرسونها أي درسان وما أخريان وما أرسلنا ما ندير إليهم حقه هذا قبلك أذيك هرتا من نذير مد أدك ما ندير إلى غير ذلك من الآيات مرك الرأي قاسي وضعيف يعني دينتي نبي إسماعيل عليه السلام أي وحكا هيستين أما ضد دعاته حنفاءه محو أهي توحيد كهيستا أو أدك وحوشيكي يا تشوغي سيداس دراد ديقنين لآن ميسان أهين عذر دار لآن نتاسا كدكتي إن اللو عذر دارين اللي هلاقو حا كدكتي علشاني ديقنين وي هايستين ورسوشي نبي كوه الرئيسي ديقنين تو دي بوحكم دي هايستين رأيي قاسي مركا وضعيف إساقنا وحا ضعيفين ايا آيات كاس كوعد إن النبي كوهرتي وحدي قوتكين با ويسكر لك حرنايين تاسا عدينيس رأيي قاسي مركا وضعيف كي كوهرين وضعيف. طيب وحصوها لمركا وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله ما كان للنبي إلى قول من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. طيب قولي رأيكي كرواي ودهي ضدك أهل الفترة ومعذورون لمن عذابي طيب ضدك أهل الفترة ورسول بوصنو إيمان عذاب ملا كواسنا جوابتو دواتا درسي عند دمي أنكو أكينا إن شاء الله. هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.